اتجاه ده حقيقي يعني. فانا اتمنى ان يوم الجمعه القادم ان شاء الله بامر الله نتحلى بهذه الروح تاني وترجع روحي تاني، نكمل مسيره الثوره وفي نفس الوقت ان شاء الله بامر الله نجني ثمار ثوره. وده اللي انا بتمناه واتمنى كمان من الاعلام المصري او ناشده، وناشده واتمنى منه انه ما يكونش فيه انحياز، لان فيه انحياز. اي متابع للقناه الفضائيه الاولى او الثانيه المصريه هيجد انحياز واضح تماما، وكان هناك توجيه من ايام مبارك نفس الفكر بنفس الطريقه. انا مع احترامي الشديد للاستاذ اسامه هيكل اللي هو وزير الاعلام الحالي، طبعا هو لسه الراجل ما كملش بقالوش فتره، ولكن انا ارى ان ما زال الاعلام يعمل بنفس الاله ونفس الفكر. واتمنى من الاستاذ حمدي قنديل وهو استاذنا، من الاستاذه سكينه فؤاد، وكلهم وطنيون طبعا ولا نشكك في وطنيه احد، ان يتغير الاعلام المصري. انا ارجو ان الاعلام المصري وخاصه ما يتعلق منه بالاذاعه والتلفزيون ان يتغير، وان يبدا بعرض كل اراء المصريين. فاذا كنت انا متضرر من الثوره في لقمه عيشي، وضع طبيعي ان هو ياخد مني اللي انا عاوز اقوله. حدش ضد الثوره يا جماعه. انا اعتقد المصريين كلهم بالكامل سعداء جدا بثوره 25 يناير. ده اللي انا بشوفه وده اللي انا حاسه وده اللي احنا بنشوفه في الشارع. ولكن هي المشكله ان في ناس متضرره، ماشي هو كذلك. خد وجهه نظر الراجل المتضرر ده وعرضه. وخد وجهه نظر الراجل المتعجل شويه في القرارات وعرضه. وخد وجهه نظر الاخرى اللي بتقول ان مكاسب ثوره 25 يناير لم تتحقق حتى الان، وبرضه عرضها. ولكن يبقى في حياديه في العرض. انا بتهم الاعلام المصري انه ما زال الان يعمل فكر مبارك. للاسف يعني. واتمنى على القائمين على وزاره الاعلام وعلى راسهم الاستاذ اسامه هيكل ان يكون الاعلام المصري في عهد جديد وبحياديه جديده. واتمنى على كل الاحزاب وكل التيارات الاسلاميه المحترمه وكل من شارك في ثوره 25 يناير وكل المصريين ان يكونوا حياديين يوم الجمعه القادم، وان يعطوا دفعه لثوره 25 يناير. وهذا ما نتمناه. والسلام عليكم.